عايز اوري حضراتكم حاجه برضو من الحاجات اللي هي يعني بناخدها كده بقى في الفيسبوك وبتاعه. شفيه جه في بوست مكتوب عليه اوراسكوم كونستراكشن، اوراسكوم للانشاءات. طبعا انت لما تقرا البوست تفهم انه يعني لا يمكن في شركه مقاولات هتكتب كده. تقول ايه؟ نحن نقوم بالعمل على اكمل وجه وبالسرعه اللازمه لاتمام العمل النهائي في القصر الرئاسي الجديد بمدينة العالمين الجديدة، زائد مجلس الوزراء، زائد فيلا الشيخ محمد بن زايد، زائد فيلا الشيخ محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن سلمان بيتقال عليه شيخ، زائد فيلا الرئيس السيسي، زائد فيلا باقي الأسرة الكريمة. طب بحق كل يعني المعتقدات اللي في الدنيا في شركة مقاولات في الدنيا هتكتب بوست بالشكل ده؟ قال لك الحق، ايوه اوراسكوم. وراحت الجزيره قال لك ايه؟ بفلوس المصريين يبنون للخليجيين. في حاجه كده يا جدعان؟ فراحت طالعه اوراسكوم للانشاءات طلعت بيان. اوراسكوم للانشاءات تحذر من صفحه مزوره على فيسبوك. قالت شركة أوراسكوم للإنشاءات بأن موقع الشركة www.oraskom.com وأن صفحتها على موقع فيسبوك هي أوراسكوم كونستراكشن بي ال سي نافية تنصيلتها بالصفحة المزورة المنسوبة لها، ويتم تداولها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر أخبار كاذبة عن المشروعات التي تقوم بها الشركة بتنفيذها حاليا. وأكدت شركة أنها تقوم بالإفصاح عن مشروعاتها التي تقوم بتنفيذها حاليا عن طريق موقعها وصفحتها الرسمية المشار إليها على فيسبوك، وقالت انها غير مسؤوله عن اي معلومات يتم تداولها على الصفحه المزوره التي تستخدم اسم الشركه، مؤكده انها ستقوم بحقائق قانوني في ملاحظه هذه الصفحات المزوره بكافه الطرق القانونيه المتاحه. فيسبوك ده بقى لازم نشوف له حل. انا برضو برجع تاني وبقول ان انا لا اطالب باغلاقه، انما مثلا في قواعد الفيسبوك اللي هو عدم الحض على العنف والجريمه. النهارده الواد بتاع اسبانيا ده لما يقول لهم نقتحم الشرطه ونقتحم الجيش ونخلص عليهم، ده ازاي فيسبوك بتسيب موقع زي ده؟ ازاي يا جماعه؟ الفيسبوك ده عامل موقع ايه يعني؟ وطبعا شايف كام شير والناس بتشير وهي مش شايفه ولا فاهمه. محدش فاهم حاجة، وبرضه لسه في ناس بتصدقهم. كل ما يعي يقول لك شفت زعوا امبارح مش عارف ايه، جابوا امبارح ايه، كذب، كذابين كذابين، كذب قوي يعني، وكذب بلدي وكذب فاشل. انا بقول لحضراتكم ان انا سعيد انه الدنيا اتحسنت، الدنيا فيها امل كبير، الدنيا فيها الناس بقت فاهمه، لانه كذبه ورا كذبه ورا كذبه. زي الراجل امبارح اللي قال لك انه اللي هو عباس كامل ركب الطياره من مصر وهو الراجل قاعد في نيويورك، بس ما على فكره ما بيخجلوش، يطلع تاني يوم عادي جدا بابتسامه كده، هي والاخوان ولا مش عارف ايه. انا استغربت على فكره، في حاجه بستغربها دايما في البوست بتاعتهم اليومين دول، هذا الدفاع المستميت عن تركيا. هو في ايه؟ هي بلدكم دي تركيا يا جماعه؟ يعني ايه 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 الهستيريا اللي عندكم بتركيا دي؟ يعني اخوان ومحطات هناك دفاع عن تركيا، وهي تركيا محتاجه دفاع بالعربي؟ دي تويتة نجيب ساويرس، مشكلة دلوقتي ان الاخوان راكبين الموجة وعايزين يولعوها، وبغبائهم مش فاهمين ان الناس كرهاهم عمى. طبعا لينا انتقادات، لكن انتم مش الحل. ده بالظبط الكلام اللي انا بقوله. ممكن يبقى عندك انتقادات، ممكن يبقى في حاجات مضايقاك، ممكن في المعيشة حاجات تعباك، ممكن يبقى رجل اعمال حاسس انه في حاجات ممكن تتحسن، بس مش معنى كده الدول يا جماعة اللي عندها مشاكل ما بتهدهاش، ما بتهدهاش. وبعدين يعني فين التمييز؟ يعني في شركه هتكتب الكلام ده ولباقي افراد الاسره، ولازم كانوا يكتبوا في الاخر ايه؟ والعاقبه عندكم في المسرات
وكل عام وانتم بخير. أسلوب بلدي جداً.